السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا، حبيت نديلكم هذا الفيديو القصير قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا والشرح تاعنا. كاين بزاف سقساوني قالوا لي ميس وين نلقاو الدروس وين نلقاو الاخر الى اخره. نوريلكم غير هذا الفيديو كيفاش تبحثوا على الدروس في القناة. اول شيء راك هنا في اليوتيوب، هذا هو اليوتيوب راكم هنايا، ادخل هنايا اكتب اسم القناة، القناة هي الدعم في اللغة الانجليزية، الدعم في اللغة الإنجليزية ميسيز سامية. تخرج لكم القناة، ديروا هنايا بحث عادي، الدعم في السامية، الدعم هاي ليك القناة تاعنا، هاي ليك القناة، استنى برك القناة هاي ليكم. كي تخرج لكم هنا اللي ما يكونش داير ابوني يدير ابوني هاي ليك بالاحمر، يكليكي عليها هكذا تجيه ابوني. كي تجي ابوني هكذا بالقري يعني راهو مشترك في القناه. وهنا هاو ليك هذا الجرس، الجرس فقط فعلوه باش يدخلكم كامل لي فيديو اللي راني نديرهم. روحوا للاختيار الاول، هاو ليك الجرس راهو مفعل، نديرو هكذا راهو بالازرق. ومن بعد واش نديرو، ندخلوا للقناه، تحب تدخل من الصوره، تحب تدخل من الاسم كيما حبيت. كي تدخل للقناة هاي ليك القناة تاعنا، هذه هي القناة تاعنا. واش نديرو باش نبحث على الدروس، نجي هنايا هاي ليك اكوي فيديوز بلاي ليست، ندخل في البلاي ليست، ندخل هكذا في البلاي ليست. كي دخلت في البلاي ليست شوف هام يخرجوا لك كامل، راني دارتكم على شكل دوسيات، كل دوسي فيه مجموعة من الفيديوهات. مثلا مراجعة الفصل الثاني السنة الرابعة متوسط، راني دايرة هنا 22 فيديو. اوكي، تدخل فيه مثلا هام ليك لي فيديو اللي دارتهم، مراجعة الجزء الثاني، مراجعة الجزء الاول، حل نموذج الفرض الى اخره. متفاهمين؟ هذا كامل واش عندنا في حتى الاخر كامل، ها وليك اختبار الفصل الاول الى اخره. نرجعوا منا ثانيك ونزيدو نشوفو، هاي ليك السنة الثالثة، السنة الثانية، هنا كامل بهذه الطريقة راك رايح توجد الدروس. هاي ليك دروس السنة الثالثة، ثالثة متوسط سيكونس 3، عندنا 7 فيديوهات تاع دروس. اوكي، هاي ليك السنة الرابعة سيكونس 2، 10 فيديوهات. المهم هذه هي الطريقه كيفاش تبحثوا على الدروس في القناه. هذا ما كان، درت هذا غير فيديو تعريفي فقط. والان نرجعوا للفيديو تاعنا. تلاميذ السنه الثانيه متوسط، انا حضرت لكم اختبار ثاني ولا نموذج اخر لاختبارات السنه الفصل الثاني. عندنا هنايا سنه ثانيه، عندنا اختبار جديد، روحوا نقراو النص مع بعض. نقراو النص، هو عباره عن حوار. نبداو. جوليو از فيري هابي توداي، جوليو راهو فرحان بزاف اليوم. بيكوز لانه اتس For his first day at work، لأنه يومه الأول في العمل. He is a delivery boy، هو ولد موزع، هو الخدمة تاعو أنه يوزع الطعام. He doesn't know the city very well، ما يعرفش المدينة جيدا. But he is sure he can ask for direction، بصح راهو متأكد باللي يقدر يسأل على الاتجاهات. جوليو أو يهدر مع هذا الرجل، جوليو excuse me sir، عفوا سيدي، where is Mallory street، أين يوجد Mallory street؟ man it isn't far from here، إنه ليس بعيد من هنا. man وش قال له؟ it isn't far from here، okay go ahead this street، قال له روح قبالة مع هذا الطريق. هاد دي روح قباله في هاد الطريق. for two blocks يعني هذا الشارع الطول تاعو حتى كاين زوج خرجات. اوكي okay. and turn left، ومن بعد دور على اليسار. جوليو thank you sir، شكرا سيدي. man you are welcome، على الرحب والسعة. جوليو excuse me officer I think I'm lost، آسف ولا معذرة سيدي الشرطي ولا الضابط، أظن أنني ضائع. Officer where do you want to go،
أين تريد أن تذهب؟ جوليو: I want to go to the Mallory Street. أود الذهاب إلى Mallory Street. هاوليك Mallory Street في المابا، هذا هو. أوكي؟ ومن بعد جوليو خلاص جوليو قالوا I want to go to the street, the Mallory Street. Officer: It is too easy. إنه سهل جدا. You are not far. أنت لست بعيد. Walk straight to the crossroad then turn left. روح قباله حتى وين تلقى مفترق الطرق الطريق متقطعه، تلقى الطريق متقطعه then turn left at the corner. ومن بعدها دور في الزاويه and ride for وروح تمشي قباله. جوليو: wait a minute. اصبر دقيقة. Please I'm going to write down. أنا رايح نكتب وش قلت لي في الورقة. I'm a little forgetful. أنا شوية ننسى. جوليو هو الحق. جوليو كمل الحق ذوقاوي هدر مع هذا المرة. Are you Mrs. Tyler? Mrs. Tyler: Yes I am. نعم أنا هي. I'm the delivery boy. أنا الموزع. And here is your pizza. هاكي بيتزا تاعك. Mrs. Tyler, thank you very much. شكرا جزيلا. So كان هذا هو المصة تاعنا، ولا هذا هو الحوار تاعنا. نروحو نشوفو directly الأسئلة تاعنا. التمرين الأول وش يقول؟ What is Julio? What's Julio? Julio هو ما هو جوليو؟ ما هي المهنة تاعو؟ نقوله جوليو is a delivery boy. هو موزع. أوكي موزع الأطعمة. Where معناتها أين؟ راح نسألو على المكان. Where does he want to go؟ وين راهو حاب يروح؟ نقوله he wants. هنا عطاونا want، عطاونا does. نحو داز نزيدو اس تولينا he wants to go. He wants to go to Mallory Street. اوكي حاب يروح للمالوري ستريت، شارع مالوري. السؤال الثاني ولا التمرين الثاني. I read the text again and choose the correct letter A, B, C or D. نقرا الجمل تاعنا ولا نقرا النص تاعنا ونشوف ونكملوا الجمل التالية بA B C ولادي. أوكي جوليو wants to deliver a جوليو راح يوزع وشنو؟ اللاتر رسالة newspaper journal magazine مجلة ولا بيتزا. هنا راح الإجابة صحيحة هي بيتزا، راح يوصل بيتزا. First أولا he asks أول إنسان شكون اللي سأله؟ سأل an officer الضابط ولا أمان راجل ولا وومن مرأة ولا ميسيس تايلر. هو أول واحد سقسى الراجل إنسان ولا أمان. He said that Mallory Street هذا الراجل وش قالوا؟ قالوا Mallory Street is from here. وش قالوا؟ قالوا it is far from here أو بعيد على هنا ولا it is not far ولا not near. not far ماشي بعيد، not near ماشي قريب. across from معناتها متقاطع تقطع. هنا الإجابة الصحيحة هي not far ماشي بعيد. okay from here من هنا. Julio tells the officer to wait a minute. why تايلر قال الضابط قال له صبر دقيقة علاش؟ to make a call يعمل اتصال ولا send message يبعث رسالة ميساج ولا write down يكتب في الورقة يكتب ولا eat pizza ولا يأكل بيتزا. الإجابة الصحيحة هو قال له أعطيني دقيقة باش يكتب المعلومات اللي عطاهم لهم. okay to write down. task 3 Lexis I match each word in column A. نرسم نربط كل كلمة في الخانة A to its opposite in column B مع العكس تاعها في column B. happy سعيد عكسها angry غاضب. ask يسأل عكسها answer يجيب. far
بعيد عكسها نير قريب، لفت يسار عكسها رايت يمين. اوكي هذا كان الجزء الاول تاع الاختبار. نروحوا للجزء الثاني Mastery of language البناء اللغوي. Activity 1 add I add معناتها انا اضيف one word to each of the following lists نزيد كلمة لكل قائمة من القوائم التالية. نروحوا نشوفوا القوائم تاعنا. القائمة الأولى وش فيها؟ فيها ليتشس شلاضة، كوفي القهوة، ليموناد الجازوز. يعني هنا راهو يتكلم لنا على الأغذية. هنا زيد أي كلمة عندها علاقة مع الغذاء. أنا خيرت لكم دايما خيروا حاجات اللي تكون سهلة اللي تكونوا حافظينها. أنا خيرت لكم ملك، تحب تدير كاروت، تحب تدير بوتيتوس، تحب تدير بريد، تحب تدير أي حاجة هي تعتبر طعام اكتبها. اوكي طعام ولا مشروب؟ انا درت لكم ملك، ملك هو سهل. عندنا ليست نمبر 2 القائمه رقم 2 عندنا صوفا، صوفا الفوتي، بوك شيلف الرفوف تاع الكتابات، بيد بونك. انا واش قلت خيرت لكم؟ خيرت لكم واحده سهله ثاني تيبل هي الطابله. تحب دير تيبل، تحب دير تشير، تحب دير كيما حبيت، المهم تكون عندها علاقه مع علاقه مع القش تاع الدار. اوكي ليست نمبر 3 عندنا ليبراري، ليبراري هي المكتبه، ميوزيوم، ميوزيوم هو المتحف، عندنا سكول، سكول هو المدرسه. هذو راهم كامل اللي موجودين في المدينه. اوكي انا واش خيرت لكم؟ خيرت لكم واحده سهله اللي هي شوب، شوب هي حانوت. اوكي ليست نمبر 4 عندنا دريس، عاودتها لكم هنايا دريس، معليش دوك نبدلوها، دريس تروزرز و ساندلز. عندنا روبا، عندنا تروزرز، تروزرز معناتها بنطالون، هنا عندنا ساندلز معناتها صندلة، وهنا نبدلوها نديرو تي شيرت. اوكي تي شيرت معناتها تريكو. دوك نمحيها لكم هذه ونكتب لكم تي شيرت. هنكتب لكم هنايا تي شيرت، تي شيرت معناتها تريكو. روحوا التاسك نمبر 2 I identify انا اعرف the following items. اوكي عندنا هنايا الايتيمز هذوما الصوره وحنايا نسموهم وشنو هما، هذو تكونوا اكيد درستوهم. هنا واش عندنا؟ عندنا خريطه نكتب اسمها map. اوكي اكتب map، هذه وشنو؟ هذا مطعم نكتبو a restaurant، a restaurant. هادو إشارة المرور نسموهم traffic lights، traffic lights. وهذه الإشارة وش تقول لنا؟ دور الجهة اليمنى turn right. أوكي turn right نكتبوهم. نروحوا الآن task number 3 I complete the following dialogue with the suitable questions. راح نكملوا الديالوج تاعنا بالسؤال المناسب. عندنا how much كم مبلغ، what shape ما هو الشكل، how high شحال طويل، what color ما هو لون. اوكي نبدا woman مع shop assistant I want to buy curtain for my kitchen's windows. حبيت تشري هذا الستائر للويندو تاعها. هنا is your window it is rectangular، it is rectangular. هنا كي يقول لك rectangular معناتها مستطيل، وشنو هو rectangular؟ هو شكل، معناتها راح نسالو على الشكل نقولو what shape ما هو شكل النوافذ تاعك. اوكي هنا قبل ما تروح تطرح السؤال شوف الجواب قبل. اوكي مثلا هنا ما نقراوش كاع السؤال، نروحو نشوفو الجواب ونقولو it's about 2 meters، it's about 2 meters. اوكي هنا قال لك راهو حوالي 2 مترات، معناتها راح نسالو على العلو هاو هاي، نقولو اند هاو هاي از يور سيلينغ. اوكي يقول قالت له شحال طوال، الاجابه هي ات از 2 مترز. اوكي هنايا كيف كيف نروحو نقراو الجواب اي ايدر ذا دارك ريد وان، قالت له انا نحب اللون الاحمر الغامق. يعني هنا راهي تسقسي على اللون، واش قالها؟
What color ما هو اللون الذي تفضلينه؟ What color would you prefer madam؟ قالت له قالها واش من لون تحبي؟ نروح هنا للإجابة. Okay no قبل shop assistant it is 1500 دينار only. قالها جاو غير 1500 دينار فقط. هنا راح لما رانا نسألو على المبلغ، والسؤال على المبلغ هو how much is the curtain. اوكي سو قالت واش على الجو، قالها اوكي فهمنا وقتاش نحطو نسألو على السؤال على اللون على الطول على الشيب. روحوا التاسك نمبر 4. I classify these words according to the pronunciation of their letter L and R. روحوا نحطوا هذه الكلمات في الجدول تاعنا على حساب النطق تاع ال L تاعها وال R تاعها. هنا عندنا clear L وعندنا dark L، كما قريتوهم في القسم. عندنا voiced R و silent R. هنا عندنا كلمة سترايت، راح نشوفوا الار كيفاش ننطقوها. بالنسبه للار هنايا راهي منطوقه، ننطقوها نقولوا سترايت. اوكي سترايت علاش راهي منطوقه؟ على خطر كاين مور الار فاول، كي يكون الار موراه فاول ننطقوا الار. اوكي عندنا كلمه، روحوا نحوسوا لي فيهم الار خير. عندنا كلمه اوفيسر درناها سايلنت لتر. علاش درناها سايلنت لتر هذيك الار؟ على خاطر راهي جايه في الاخير، وكي تكون في الاخير نقولوا لها سايلنت. نروحوا للكلمه هذه ليفت. هنا ليفت راهي كلير. اوكي راهي كلير. علاش راهي كلير؟ حطيناها كلير على خاطر كاين موراها فاول. اوكي كي يكون موراها فاول نحطوها كلير. كي تكون في البدايه والوسط بركة. هنا عندنا walk. walk هنايا ال راهي دارك. علاش راهي دارك؟ على خاطر كاين موراها consonant. متفاهمين؟ كي يكون موراها consonant نحطوها دارك. هذه بالنسبه لل والار. نروحوا للsituation of integration، الوضعيه الادماجيه. Oliver is new in the town. Oliver راهو جديد في المدينه. He wants to go to his new school. حاب يروح للمدرسة تاعو الجديدة. Put the following expressions in the correct order. حط هذه الجمل في الترتيب الصحيح to write a dialogue، باش تكتب لنا حوار. The starting point is the bank. Okay. بداية التنقل هي the bank. نحوسوا على البنك ورايح. هاي ليك البنك. البنك وراهو رايح، راهو رايح للسكول. هاو ليك سكول، هو راهو هنا، راهو رايح للسكول، راهو هنا. متفاهمين؟ How can I get there؟ كيفاش نقدر نوصل لتمك؟ Walk along for two blocks. It's on your right. روح مشي لزوج دورات، راهو في جهتك اليمنى. اوكي yes there is one on the north street. ايه كاين واحد في شمال الطريق، في قلت لك شمال الطريق، شارع شمالي. Go straight on south street. قالوا روح مقبله في شارع الجنوب. And turn left ودور على يدك اليسرى. Thank you. Thank you. شكرا. Excuse me. عفواً. Is there a school over here؟ كاين مدرسة منا؟ أوكي شوفوا هنا أول حاجة راح يقولوا، راح يبدأ يسأل. أول حاجة تكون سؤال بعد جواب. يقولوا excuse me is there a school over here؟ كاين سكول منا غير منا برك مشي بعيد؟ قالوا الآخر يقولوا yes أكيد كاين. There is one on North Street. ها وليك هنا، شوفوا هنا يعني سكول. من بعد رقم ثلاثة قالوا how can I get there؟ قالوا ايه كاين واحد في الشارع الشمالي. بعد الاخر قالوا وين كيفاش نقدر نوصل ليه؟ من بعد قالوا go straight on south street. قالوا روح قبالة في شارع south street and turn left. من بعد كدور على يدك اليسرى. اوكي خلاص. من بعد قالوا walk along for two blocks. او هنا يا هنا البلوك الاولى البلوك الثانية. Okay, for two
البلوك معناتها البلوكس البنايه الاولى والبنايه الثانيه. اوكي تو بلوكس اتس اون يور رايت، راهو في يدك اليمنى، هاوليك في يدك اليمنى. بعد السادسة قال له ثانك يو. اوكي الترتيب راح يكون بهذا الشكل بالنسبة للوضعية. انتم مش تروحوا تكتبوا في الاختبار واحد زوج هكذا، لا لا، اكتب لك اوليفر اوفيسر، اوليفر يعني هذه الجملة اكتبها هنا، بعد موراها لازم تكتبها ماشي ترقمها برك. اوكي سو كان هذا هو الاختبار المقترح لنهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتم، ان شاء الله يكون عجبكم يا ربي. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع زملائكم وديروا لنا لايك وتشتركوا بالقناه وتشجعونا كما راني نشجع فيكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.